عودة إلى ضيفنا من إدلب الناشط الإعلامي أنور عبد اللطيف. أستاذ أنور مساء الخير، كنت قد سألتك حول الوضع الميداني القائم في إدلب الآن وإن كانت لديكم أي حصيلة نهائية لإعداد الضحايا، تفضل. أهلا صديقي، الوضع بإدلب على الشكل التالي: منذ الصباح الباكر قامت الطائرات الاحتلال الروسي وطائرات قوات الأسد باستهداف بلدات وقرى ريف إدلب الجنوب وريف إدلب الشرقي، بالإضافة إلى استهداف قرية الشيخ أحمد بريف حلب الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين. أما في مدينة معرة النعمان، استهدف الطيران الاحتلال الروسي بغارتين جويتين مزدوجتين أحد الأبنية السكنية، ما أسفر عن ارتقاء طفل ومتطوع من الدفاع المدني. طيب مع الحديث عن أوضاع أنور مع الحديث عن أوضاع ميدانية باتت أهدأ في إدلب ومحيطها بالمقارنة مع الأيام السابقة، كيف انعكس ذلك على حركة النازحين؟ المنطقة في ريف إدلب الشرقي وريف إدلب الجنوبي أصبحت شبه خالية من السكان، ما تبقى إلا القليل أو النازحين الذين يذهبون ويأخذون ما تبقى من أثاث منازلهم. حركة نزوع شهدتها الآونة الأخيرة ما أدى إلى أكثر من 250 ألف نسمة بحسب إحصائيات المرصد الحقوق للإنسان أو المنظمات الإنسانية، اتجهوا إلى جهة غير مجهولة أو إلى الحدود السورية التركية. أما اليوم كان تصعيد كبير من قبل طائرات الاحتلال الروسي وطائرات قوات الأسد، حيث استهدفت المنطقة بعشرات الغارات الجوية بالإضافة إلى القراميل المتفجرة في مدينة سنفان وريفها وريف إدلب الجنوب وريف إدلب الشرقي. شكرا لك من إدلب أنور عبد اللطيف ناشط إعلامي.